ذكرتك توا. انا اسمع الكنترول يقولوا لك وانت مطنش زين لاني كنت مركز بالهذا بس ذكرتك بعدين قلت لك الدهن العداني متى بتحطه؟ العداني يبي له شويه. وانت بعد ما شاء الله عليك مو محتاج احد يذكرك زين الحين. يعني تخيل انا ما قلت لك ولا الكنترول قايل لك كنت راح تنسى؟ ساعات انسى مع اللوية كذي انسى بس اذا بروحي مركز لا ما انسى. اوكي الحين هذا البصل مالنا حطيناه هني اللي هني راح نسوي الحميسه. اي بس انا الحين عشان الوقت ما بيسرقنا الوقت عطنا الدهن ما على كمر زين له دهن هني يبو استريح. هذا ما يجي حتى ثلاث قفاش هذا بوزه صغير استوى. راح اشب الجوله عليه هني احمي التاوه على الاقل يعني تكون حاره لما راح لها هناك. وهذا الماش موش احط لي كفشه بدر الله خليك كفشه يبي له ايوه ابي اشيك على اللي بيسوي من تحت. حطيت دهن عداني ولا بعد؟ لا 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 مو وقته مو وقته بعد الحين عشان اشوف العيش. الله بدر مشكور على ذكرتني دهن عداني. لا والله هذا وقته. انزين في عندنا اتصال؟ اوكي ألو؟ قبل لا نستلم اتصال خلنا اوريكم شلون ننزل دهن عداني. داير ما يدور العيش. منو؟ اوكي يا تفضل تفضل يا وان. الو يا هلا هلا فيك شلونك؟ هلا والله منو معي بدر؟ اي نعم هلا حياك الله يا هلا فيك. ممكن اكلم؟ اي تفضلي اكيد معاك مساعد. اسمعك اختي الله يسلمك شلونك؟ حياك الله الله يطول عمرك. ترى انا من متابعينك من ايام برنامج البوادي. نعم نعم اي لا يغلبونك لا يغلبونك. اي اللي شوي شوي يعني احسن يعني ما ابي افضل شيء على شيء ولا اصير يعني محابي لكن اللي الحرافي مع الهواء مباشر. اي والله بس حبيت انا متابعتك في رمضان بس طبخه الخروف ما شفته. نعم طبخه الخروف مال العيد مالت العيد هذه ما شفته نزلت ليله العيد. نعم اي والله ما يا ريت تعيد. الصيف بده يقطع وانا بس عشان لا يضيع علي الوقت الحين العيش راح اطفي عليه يا جماعه. اوكي تفضل اختي روان. انزين ابي الربيان اللي حطيته اليابس نقعته ولا يابس؟ طيب شوف يتنقع المفروض يتنقع بس هذا من اللي شريته هذا نظيف وايد وايد من التشيز سينوك اللي اكلته من التشيز. هو احسن احسن لو يا هذا ال 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 في ربيان يابس يجي معاه وايد وسخ لازم ينغسل ويتنظف وبعدين نشتغل عليه. هذا انا من التشيز كليته لانه شفته وايد وايد نظيف. زين في شغلات وايدة ربيان نوعيات أي أحسن نوع نجيبه من أي مكان؟ والله أنا ما أعرف يعني ما يصير أقول لك في أي محل لكن أنت تعبي على الماليزي. الماليزي ها؟ الماليزي وايد نظيف. الله يعطيك العافية وما قصرت. الله يسلمك. الله يعافيك. الله يعافيك حياك الله. إنزين هذا خلصنا منه الحين. بتسوي لنا نعم طبخة الخروف؟ لا الخروف سويتها بالعيد ليلة العيد برمضان. جاي لنا العيد الحين. جاي لنا العيد الحين. العيد ما يصير بهالاستديو. اوكي. اوه انا غلطان. ابي اشيل الجدر هذا شلت هذه. بس نحطه على مكان يكون يتقبل الحراره. الحين انا راح ابدا هني ندش على غزير. شنو؟ غزير شغل حامي الحين. يلا. ركز معاي الحين. طفي الجوله هذه خلاص ما نبيها. اوكي نفس القفشه ما يضر. نحمس البصل كالعاده لحد ما يبتدي يتحمر شويه. بس انا حاسس انه يبي لي شويه بصل زياده. بصل زياده؟ يبي لي بصله والله زياده. انزين خلنا نرجع حق موضوع روان. ايه لازم يكون الخروف بموقع خارجي يعني؟ لا لا المطبخ لازم اكبر لان انا سويت خروف يوكل ابو 30 نفر. زين؟ هني اي طبخه نسويها ما توكل حتى الستاف اللي ورا الشاشه. شوله صغيره وهذا بس طبخه العيد صدق كانت من الطبخات المميزه
ودقوا علي من عرايز الكويت من كل الناس، كل الناس دقوا زين بدو حاضر كل الناس دقوا علي هذه شلون وهذه شلون، وذكرتنا في ايام قبل والعياد وما العياد. بس انا ودي ان تلفزيون الشاهد يرفع هالحلقه على على اليوتيوب حق الناس اللي ما شافوها حلقة، انا اقصد حلقة العيد، حلقة ليلة العيد اللي صارت في رمضان هذه، يا ليت يرفعونها لان وايد وايد فعلا عليها. خلاص اوكي، يعني خبر انه مو بس الحين سفر مو بس هذا صح، حتى حلقاتنا اللي قبل روان اذا كنت قاعد تتابعينا الحين بس دش يوتيوب كتبي برنامج سفرته تلفزيون الشاهد راح تطلع لك كل الحلقات اللي الحين ولو في رمضان. شوف اي حلقة اللي فيها خروف العيد، هي حلقة 29 وفالك. طيب في عندنا اتصال ثاني من هنا. الو السلام عليكم. وعليكم السلام، يا هلا. الله يعطيكم العافية على هالطبخات الحلوة. هلا والله، لا حلوة ان شاء الله اختي. الله يسلمك. انا بقيت منكم من برنامجكم تسوونا يعني تحطونا في بعض الاكلات الكويتية قديمة انزين او بعض الطرق. نعم. ودي ان اشوفها على شاشتكم اللي هي طريقة عمل هو البرنامج لهذا الغرض يعني. فاحنا للحين هذه حلقه رقم كم بدو؟ خمسه ولا سته؟ سته. اي هذه حلقه رقم سته، وان شاء الله وياكم احنا مستمرين وراح تشوفون كل شيء. طيب يعطيكم العافيه، حتى الاشياء اللي انا ما اجيبها راح يجيب ناس هني يسوونها قدامكم. طيب خير وبركه، الله يطول عمرك. بس سؤال، بس بسالك سؤال. اي نعم. هو تقريبا ابو سعد قاعد يحاول ويحرص ان كل الطبخ هني يكون كويتي عتيج. اوكي. اي نعم. فاحنا نبيك يعني، حتى هو تقريبا الاربع حلقات الاولى سوى كل شيء عتيج تقريبا، ما سوى شيء جديد. لا ما سوينا. اي بس اذا في شيء ببالك معين قولي لنا الحين ان شاء الله. انا الاشياء المعينه اللي ابيها بقيت طريقه الجيمات اللي بالروب وبالبطاط. اي زين هذه واحده. نبي طريقه الافيده الكويتيه القديمه، نبي طريقه عمل الدرابيل وطريقة عمل الحلوى العمانية والحلوى البحرينية، وشلون نسوي الدهن العداني، لأن تدري الحين الدهن العداني وايد مقشوش. إيه مو مضبوط، يا ليت إنه مثلا تقولوا لنا شلون يصير طريقة الدهن العداني. هذه الأمور إن شاء الله نقدر عليها، بس الشيء اللي ما أقدر عليه الدرابيل، لأن الدرابيل هذه من أسرار المصانع، أنا ما راح أقدر أجيب لك إياها أكيد يعني. يعني لو تحطون إعلان كذي إذا حد يجيب طريقة الدرابيل أو شيء شارك معنا إيه الحلقة يورينا شلون طريقتها. ماكو مشكلة، بس أنا أشك لأن هذه اللي يسوونها بالمصانع مالت الدرابيل والحلوى والرايش الطريقة لكن الحلوى البحرينية والحلوى العمانية أنا أعرفها ما عندي مشكلة فيها. والكيكة القديمة الكويتية شو يسمونها، نسيت اسمها، الكيكة الكويتية الكويتية القديمة، كيكة قرص عقالي. قرص عقالي هذا ودنا فيه، الله يعافيك. هذه سهلة إن شاء الله. هذه القديمة مو الجديدة اللي بيكنج باودر، ما بيكنج باودر لا نبيها. هذيك بدال البيكنج باودر هو يخفقون البيض. إيه؟ وهو اللي ينفشها. انزين معروف ان شاء الله. في ملاحظه على برنامجكم. تفضلي امري. لما سلبيه ولا ايجابيه عاد؟ كل شيء ايجابي، بس احنا لما نجينا بالاشياء يوم صار ملاحظه قطع الصوت. الله سمحت كنترول ضبطوا صوته خلينا نسمع زين. ايه اخوي؟ ايه احس اسمعش كملي قولي. إيه؟ فبقينا الله يعافيك الكاميرا لما تكون واقفة وتصور. نعم. لأن ساعات حمسة البصل في طبخات تحتاج طبخة يعني حمسة خفيفة، مو لازم لأن يصير أشقر وكذا. أيوة أيوة برافو عليك برافو عليك. مو قاعد نشوف شيء أبدا. صح. واللي يتقفص هذا يعني الحين أنا قاعد أسوي ما حد قاعد يشوفه، هاي المشكلة. يلا في الكاميرا توريني بس. على الوجه عليكم. نعم. كأشخاص. نعم. أو على الطاولة من بعيد. لا أفضل أفضل لو عالجولة أحسن يعني، الأغراض اللي قاعد تنطبخ هذه. أنت كلامك سليم جدا. فوق الطاولة. صح كلامك إن شاء الله. الشيء الثاني نبي المكونات أو الإنجريدينتس تصير بقائمة محطوطة بأول البرنامج وبنصه وبآخره، أساس إن اللي يبي يسجل أو شيء مثلا. أنا ما أوعدك بهذه أختي، أنا أوعدك التابعين معي ولو تسجلين الحلقة. إيه؟ أحسن لك لو تسجلين الحلقة وتعيدينها ثلاث أربع مرات راح تكون أفضل من وياها تكتب لك ثلاث أربع مرات تاخذ أربع خمس ساعات. ما غالب بس الانجريدينتس صدقيني جربتها في رمضان ما نفعت. تنكتب يعني تدري من ايد الى ايد الى ايد تنكتب القفشه جلاس والجلاس صماعون وشيله وما شيله تخرب الخلطه. ايه فانا يعني هو الشغل هذا تدري لايف وعلى السريع. خلكم وياي راح تفهموا. لكن اذا كتبتها انا ما راح اضمن انها توصل لكم صح.
زين اخوي بس الله يعافيكم، نبي حلقه حق الدهن العداني هاي وايد ضروريه. ان شاء الله تامرين امر، ان شاء الله تامرين امر كثير. يدولها بالسريع كذي الخطوات اللي سويتوها اخر شيء خلوها اخر دقيقتين. نحن سوينا الخطوات قاعدين نسويها هذه، قاعدين نسويها اختي. لا اشوى اوكي، شاكرت لكم. يلا شكرا شكرا اختي روان على اتصالك. الحين بس عاد طلباتك على الوقت عشان لا يروح على الوقت. الحين احنا حمسنا البصل، ماكو بهارات، حطيت الفلفل الاخضر. ايه؟ ايضا ماكو بهارات، خليك معي الكاميرا هنا. ايه؟ لاحظ ماكو بهارات نهائي. راح انزل الحين الفلفل الحار هذا حق محمود عشان لا ياكل. اوكي. وراح انزل لا من اللي ما ياكل الفلفل والاشياء هذه عنده عيل اشيله من حلاوة الأكل. زين باقي لي الحين البصل الأخضر. طلبت والله أشياء حلوة. لا هي شكلها يعني قارئة جيدة وباحثة جيدة. اي زين الحين عندي الأغراض هذه اللي حطيناها. هذه جرب شم الريحة بس. الله يخليك انت من كاميرا شوف الله. بس فلفل اخضر وبصل بس ناقص بس فول واكبه فش فيني اعرف. لا 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 شوفوا الفول انت. الحين عندي الشبنت راح انزله والكزبره ايضا شويه كذي بس راح اخلي حق الاخير شويه. طولني الربيان من هناك بدر ما عليك امر من هناك الله يقطع بليسك. اوكي هذا الربيان راح انزل الربيان. للحين لاحظ ما في اي شيء بهارات. الحين حطيت هذا راح احط لكم البهارات عليه، ما راح ياخذ وقت كلش. ما راح ياخذ وقت ها؟ لا انزين سوى نفس ما قالت اللقطة هذه بس عشان الاخت هناء عشان هذا عشان الاخت هناء قلنا قال عطتنا النصيحة هذه. هذا فلفل اسود هني قد قفشه كذي لومي اسود. الله 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 زين. على كلام روان البصل اللي حمسته كان مشوقر شويه ولا قبل لا يشوقر حطيت لا اول ما صار شفاف. شفاف ليه صار شفاف حطيت. طولني شويه تحكم زياده ما عليك امر بدر. اوكي راح احط له الحين الكزبره والكمون. هذا زين كله وهذا الكمون بعد. الله كله. هذا الكركم. كركم بحط شويه زياده. ايوه خلصنا كذي. راح احرك والربيان يعني من الاكلات المعروفه لازم ما يستوي زياده عن اللزوم نهائيا. ما يستوي زياده عن اللزوم. اذا استوى زياده راح يقلب ربله يابس يصير. اها كثر ما هو على الـ على الـ اللي هو الخرثاق او يسمونه كلاماري. اي البرابيك بعد. اذا انطبق زود مو زين. هذا خضرتنا مع الربيان. شوف شلون صار شكلها. في شيء بعد باقي له اللي هو الثوم. بعد الثوم بالاخير لانه مطلوب طعمه فريش. مطلوب طعمه يشعل ايه فريش. الحين هذا الحين جهزت الحمسة مالت المموش. راح الحين اطفي الشولة عليه. خلاص اطفيها؟ اي بس 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 استوى الربيان. قاعد اقول ما نسوي وايد يا بابا. اوكي هذا الحين هات لي الجدر ذاك. هات لي الجدر هذا زين عشان قبل الفاصل لازم نوريهم ايش سوينا لانه ضروري نستفيد من الوقت هذا. هذا الربيان راح اشيله ونصبه كله فوق العيش كذي. يا ريت لو تشوفوا ويانا الكاميرا وايد المنظر جميل حلو. صفوا فوق العيش. شو اللي راح يصير الحين؟ شنو؟ راح يصير ال ال كل 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 النكهات هذه
اللي في الربيان والجوس اللي طالع من الربيان تنزل على العيش، ينزل على العيش ويطعم داخل. وبعدين عندي هني شويه كزبره اي ما استعملتها اي